السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم فيديو جديد حول سعة الهواوي GT2 وكيفية التحكم بملفات الصوتية. وردني أحد التعليقات أنه دا أعاني من مشكلة عندما أبث الموسيقى من الساعة إلى السماعات. فاليوم راح أبين تجربة، راح أشغل موسيقى في بداية، راح أنقل الموسيقى من الجوال إلى الساعة، وبعدها راح أجرب أربط سماعات الأذن اللي هي GBL، وكذلك بعدين راح استخدم السماعات الخارجية اللي هي ليفل بوكس سليم من سامسونج. فخل بالبداية ننقل الموسيقى مثل ما راح تلاحظون. خلي نكنك الساعة في الموبايل إن شاء الله بلوتوث والموقع، و شغل تطبيق الصحة. أصبح الآن متصل. هسه اللي علينا نخرج من هنا، نضيف موسيقى وإدارة الموسيقى أضغط عليها ونضيف على شكل إضافة أغاني، ونروح على المجلدات فنذهب إلى ميوزيك، نضع عليها هاي، متأكد من أداهاني وأقول له تحميل، نشر على الصح. بعدها راح نجي نشغل المقطع الصوتي. هذا هو المقطع الصوتي، هنا التحكم ب نصي ونعلي. مشي أغاني ورجع أغاني من هنا. هذا المقطع أنا متأكد من جودة مالته وعلوه. هسه نفس هذا المقطع راح نجي نكنكه على سماعة الجي بي ال. هذه السماعات الجي بي ال، نفتح السماعة فناخذ السماعة هاي الجي بي ال ونكنكها. عملية التكنيك نجي نبحث عن البلوتوث. GBL موافق، زين تم الاتصال. ننتهي من هنا، نطلع. شوف هسه سماعة بسماعات GBL، نخرج من هنا نروح على وأشغل سماعة. تلاحظون هذا الصوت، صوت واضح عالي ما بي اي مشاكل، واستريو. هذا صوت الخارج من السماعة. تلاحظون هذا هو سماعات هسه امكنك عالي مشغل، الصوت كلش عالي وواضح بدون اي مشاكل. هذا هو الصوت اللي حسمعوه منه الميكروفون، دا سجل منه. تلاحظون الصوت
نقي واضح بدون اي خربشه بدون اي تقطيع بدون اي مشاكل. هسه كملنا السماعات الداخليه، خلينا نشيك السماعات الخارجيه البلوتوث. نرجع السماعات واقطع الاتصال او اتصل بسماعه اخرى اللي هي هسه قطعنا الاتصال بالسماعات الجي بي ال اللي حكنكها على البوكس سليم هنا بلوتوث، سماعه بلوتوث خارجيه تلاحظون هنا. فخلنا نفتحها هي السماعة، خلنا نشغلها على زر تشغيل باور من هنا، وعندنا علي صوت نصي الصوت وتوقف فقط، فنشغلها اشتغل هذا اللون الأحمر إذا اشتغل. خلينا نكنك في الساعة، هاي الساعة الإعدادات سماعة الأذن. هسه راح أقولها إضافة جهاز، تلاحظ هنا أنا الليفل بوكس سليم 2C74، راح اقول له كنك واقول له موافق. هسه انضافت عندي، شوف صار عندي جهازين مضافات، تقدر تضيف اكثر من جهاز حسب الجهاز اللي موجود يشتغل. نخرج من هنا ونروح على الموسيقى، خرجنا ونروح على الموسيقى، بعد الموسيقى اشغلها. اشتغل عندي الجهاز، اشتغل عندنا الجهاز. هذه هي الموسيقى، ونقدر نعلي من الساعة ومن ليفل بوكس نعلي منها. مع المايك خلي نسمع الصوت، وقف الصوت، شغله شغل الصوت، حتى نسمع منا الصوت، نص الصوت ف... توقف الصوت،
وبيجي كمان استعراض ربط ساعة الهواوي جي تي 2 بأمبليفاير خارجي وكذلك بسماعات بلوتوث. أهم شيء إذا كان القطع المستخدمة أصلية وذات جودة عالية فلا تشتغل عندك الموضوع تمام بدون أي نغمشة بدون أي انقطاع في الصوت وكذلك بدون أي خربشة في الصوت إذا كانت الموسيقى أو المحتوى الصوتي اللي قاعد تستعمله ذات جودة عالية. بيجي كمان الاستعراض ومثل ما لاحظتوا الساعة ما لها علاقة الساعة جودتها الصوت مالتها جدا ممتازة إذا كان مقطع صوتي مالتها والبلوتوث ما بي أي مشاكل وخاصة إذا استخدمت مع قطع أصلية ذات جودة عالية أو قطع أصلية تكفي إنه الماركات المستخدمها إنه ماركة مضبوطة وليست تقليد أو تجارية أو نوعية رديئة راح تضبط عندك عملية نقل المقاطع الصوتية وكذلك إخراج الصوت منها بوضوح عالي مثل ما وضحنا سواء باستخدام البوكس الليفل بوكس وكذلك باستخدام السماعات الجي بي ال. فما عندي أي مشاكل في عملية إخراج الصوت من الساعة أو استخدامها سواء للرياضة تحط سماعات عندك الاثنيناتين في الإذن وبدون ما تحتاج أصلا موبايل تقدر أنت مجرد أنه لابس الساعة وكأنك الساعة في السماعات وتركض وبدون أي مشاكل يحتاج أنه تكون شايل الجوال أثناء الركض. فهذا اللي بينته واستحصلته في النهاية. إذا كان عندك خلل فأعلم أن الخلل في القطعة اللي قاعد تستخدمها من السماعة أو بملف الصوتي. هذا اللي كان عندي اليوم. لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك للدعم وليصلك كل ما هو جديد والضغط بالإعجاب على الفيديو إن استفاديت منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.